السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم لمن يتابعنا خلف شاشة قناة حضرموت الفضائية وبرنامج طبيب الدار. البرنامج الصحي الذي نتحدث فيه عن العديد من الأمراض والمشاكل الصحية، ونحاول سويا أن نضع لها الحلول والمعالجات عبر مناقشتها في العديد من الفقرات. فقرة حوار مع طبيب أولى فقراتنا في برنامج طبيب الدار. دعونا نذهب سويا إلى محاورة الطبيب في فقرة حوار مع طبيب، على أن نعود بعد ذلك لاستكمال باقي فقرات ومحطات طبيب الدار. أهلا بكم أعزائي المشاهدين في فقرة حوار مع طبيب، ونتحدث في هذا الحوار عن النزيف أثناء الحمل. نستضيف في هذه الفقرة وهذا الحوار الدكتورة فتنام سعد سالم المصلي، استشارية أمراض النساء والتوليد، والأستاذ المساعد بكلية الطب والعلوم الصحية جامعة حضرموت. أهلا وسهلا بك دكتورة فتنام. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. نشكر قناة حضرموت على هذه الاستضافة، وأهلا وسهلا بكم، وأهلا وسهلا بالمشاهدين الكرام. أهلا وسهلا بك دكتورة. دكتورة، الأم الحامل 9 أشهر أثناء فترة الحمل يحصل لها العديد من الأمراض، العديد من الوعكات الصحية. اليوم خصصنا هذا الحوار عن النزيف أثناء الحمل. متى نقول أن الأم الحامل حدث لها نزيف؟ أي ما هي الكمية المعتبرة التي تعتد بها على أن نقول أن هذا نزيف للأم الحامل؟ نزول أي دم أثناء فترة الحمل يعتبر نزيف بالنسبة للحامل، ولكن بالنسبة للكمية تعتمد. إذا كانت الكمية أقل من كمية الدورة الشهرية فهي تعتبر نزيف خفيف، أما إذا كانت مثل كمية الدورة الشهرية فهو نزيف متوسط، أما النزيف الشديد فهو اللي هو أكثر من كمية الدورة الشهرية ومصحوب بكتل دموية ومصحوب بأنسجة جنينية. نعم، هذه هي أهم خصائص النزيف. اللون لون أحمر مثل اللون الدم المعتاد. اللون يعتمد على أنواع أو الأسباب المسببة لهذا النزيف. سنأتي على الأسباب، يعني كل سبب له خصائص معينة. له خصائص. جميل جدا. إذا نتحدث الآن عن الأسباب. ما هي الأسباب، وهل هي مقسمة أم أن هناك عدة أسباب وعوامل؟ طبعا هناك عدة أسباب وعدة عوامل وعدة عوامل خطورة ممكن تسوي هذا النزيف، ولكن نقسمها طبيا إلى قسمين أساسيين. نعم. القسم الأول هو النزيف في المراحل المبكرة من الحمل، ويكون عادة في 24 أسبوع الأول من عمر الجنين، ولو يندرج طبعا له أسباب معينة. والنزيف اللي هو في الأشهر الأخيرة من الحمل بعد 24 أسبوع من عمر الجنين إلى الولادة، وله الأسباب الخاصة به. طيب. بالنسبة للمرحلة الأولى. نعم. تندرج ضمنه الإجهاض بشكل عام. تمام، بكل أسبابه وأنواعه، والحمل خارج الرحم والحمل العنقودي. نعم. أما بالنسبة للنزيف المتأخر اللي هو بعد 24 أسبوع من عمر الجنين، فتندرج ضمنه المشيمة المتقدمة وانفصال المشيمة المبكر. نعم. طبعا في أسباب وعوامل فرعية أخرى. مثل إيش مثلا؟ مثلا مثل وجود لحميات في عمق الرحم، التهابات الرحمية، تمام، تشققات في المهبل وغيره. هذه نادرة وماشي. هذه نادرة جدا، لكن هذه يعني ذكرتيها في النهاية. أيوة، هذه نادرة وفرعية. نادرة. الأسباب القوية اللي تسبب النزيف هي اللي ذكرناها في البداية وقسمناها إلى قسمين أساسيا. نعم، هذا التقسيم يعتمد على الأسابيع. ربما المشاهد يعني لا يحسب الأسبوع، معروف أن الأم الحامل تعرف بالأشهر. المرحلة يعني الأولى من الحمل اللي هي إلى 5 أشهر، والمرحلة الأخيرة من الحمل اللي هي بعد الشهر الخامس. نعم. سنأتي على الجزئية الأولى اللي هي النزيف أثناء أول 5 أشهر أو خلال 24 أسبوع الأول. ذكرتي عدة أسباب، هل لكل سبب مثلا أعراض معينة، خصائص لنزيف معين، عوامل تساهم في إحداث هذا السبب؟ نعم، بالنسبة للنزيف زي ما ذكرنا أنه له أسباب رئيسية 3، أهمها الإجهاض. والإجهاض عدة أنواع، الإجهاض الكامل اللي تجي المريضة عندها
نزيف مع نزول كامل للجنين والمشيمة، تمام. والإجهاض الناقص اللي تجي عندها نزيف مع نزول بعض أنسجة الجنين والبعض الباقي يبقى داخل الرحم، فيضطر الطبيب في دي الحالة أنه يعمل تنظيف أو تصفية، ما نسميها تصفية، للرحم تحت التخدير العام. نعم. تمام. والإجهاض الحتمي اللي هو لا بد له من النزول، أو جاع متكررة ونزيف شديد، وبعد كده يتصرف الطبيب مع هذه المريضة بإخراج الحمل لأنه حتمي لا بد له من النزول. جميل. النوع الرابع تقريبا هو الإجهاض المنسي، يحصل موت للجنين داخل الرحم. منسي ليش سمي منسي؟ منسي لأنه يقعد فترة داخل أو يجلس فترة داخل لا الرحم، لا تكتشفه الأم، لا تكتشفه الأم، وأحيانا يكتشفه الطبيب بالصدفة أثناء عمل السونار. طيب دكتورة في تنام ما في أعراض معينة لهذا المنسي؟ يعني كيف جنين، نريد أن نعرف المشاهد، جنين داخل البطن الأم راحت فيه الحياة ولم تعد، يعني لم يكن حيويا، هل هناك أعراض خصائص ممكن أن تحس بالأم؟ نعم، أعراض قد تكون تختلف من مرأة لأخرى، ولكن في بعض الحوامل عندهم إحساس بأنه علامات الحمل زي الغثيان، زي الطرش، انتفاخ الصدر بدأت تختفي عندهم. هذه هي أعراض الحمل الاعتيادية؟ لا، الاعتيادية هذه تختفي عندهم، فيبدوا يلاحظوا، أو مثلا أنه كبر حجم البطن لم يكن على حسب المعتاد، تمام، وصلت إلى كبر معين وبعدين لم تزداد، فيبدوا يبلغوا. حركة أحيانا الجنين حركة الجنين ما تحسها المريضة إلى عمر معين، طبعا هو مفروض الحركة تحسها في الشهر الرابع وما فوق، فما تحس، لكن إذا حصل الحمل المنسي هذا قبل الرابع الحركة ما تلعب أي دور، ولكن ممكن تنزل بعض الإفرازات البنية اللون أو الحمراء الداكنة اللون اللي تخلي المريضة تسعى لاكتشاف السبب. نعم. الإجهاض الكامل أو ما نسميه نحن باللهجة العامية في حضرموت يقول لك فلانة سقطت، يعني هل لها يعني هذا السقوط أو الإجهاض للجنين، هل له أسباب معينة أو عادات تمارسها الأم الحامل تؤدي إلى هذا الإجهاض؟ نعم، هو بشكل عام الإجهاض بشكل عام معظمه إلى 90% تقريبا من هذه الأسباب تعتبر اعتلالات كروموسومية، يعني لها دخل بالوراثة، بالوراثة بالكروموسومات، أو مش بالوراثة بشكل عام ولكن بالتركيبة الجنينية، بتركيبة الكروموسومات للجنين تكون فيها اعتلالات خاصة، هذه بالنسبة لمعظم الأسباب. تجي بعدين أسباب مثلا أن المريضة تأخذ نوع من أنواع الأدوية أثناء فترة الحمل وهي مش عارفة أنها حامل، مثلا الأدوية المضادة للملاريا زي الكلوروكوين ممكن يعمل إجهاض. الأدوية اللي هي الخافضة للسكر، تكون مريضة عندها سكر وتأخذ الأدوية خافضة السكر وهي مش عارفة أنها حامل فتسبب الإجهاض، أو التعرض للأشعة السينية اللي نحن نسميها الكشفية مش السونار، السونار ما يعمل إجهاض، عشان السونار هذا اللي يعملونه في متابعة الحوامل هذا ما يعمل آمن، يعني آمن ما يعمل أي حاجة. لكن زي الكشفية اللي واحد مثلا حصل له كسر في العظم أو عنده التهاب في الرئة وراح يصور يعمل الأشعة السينية اللي هي الإكس راي، ممكن تسوي خلل في الجنين وتشوهات، ممكن 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 يعني مش 100% مش ولكن ممكن تسوي. جميل. الناس اللي برضو عندهم بعض الأمراض زي أمراض السكر، أمراض الدرقية، معرضين للإجهاض، يعني الناس اللي تعرضون اللي نسميها تروما أو يعني الصدمات أو سقطة، أو مثلا تكون امرأة الحامل تسقط فجأة في الأرض أو تعرضت لصدمة أو ضربة في بطنها، ممكن يسوي إجهاض. العمل الشاق برضو بالنسبة للمرأة الريفية أكثر، الناس اللي في الريف يتعرضون لإجهاض وحكم عملهم الشاق ويحملون الحاجات الثقيلة فيكون سبب من أسباب الإجهاض. جميل. دكتورة في تنام ذكرت موضوع الكروموسومات أنه من أسباب الإجهاض، يعني هذا العلة وهذا السبب هل يمكن تجنبه واكتشافه مبكرا؟ ده صعب جدا، خصوصا عندنا الآن في اليمن بضعف الإمكانيات اللي موجودة يكون من الصعوبة بمكان نحن نكتشف إذا كان، لكن معروف طبيا أنه كل ما كان مبكر جدا الإجهاض فالاعتلال الكروموسومي هو اللي يكون السبب. السبب. نعم. الآن الأم الحامل حدث لها نزيف بالكمية التي ذكرتيها أنها تفوق كمية الدورة الشهرية وممكن يكون تصل إلى نزف شديد. الآن المرأة في البيت أول ما يحدث لها هذا النزيف كيف تتصرف؟ هل تأخذ علاج معين؟ تتجه إلى طبيب النسائية، تتجه المستشفى، وخاصة إذا كانت في الريف مثلا بعيدة عن مكان العلاج أماكن المستشفيات؟ هو المفروض طبعا إذا كان حصل نزيف شديد بهذا الكمية اللي تفوق الدورة مع كتل دموية تنقل بأسرع وقت إلى طوارئ النساء والولادة، أقرب مستشفى أو أقرب مركز طبي.
الأفضل لإنقاذ الحياة وتشخيص حالتها، ما تترك. طيب. النزيف الشديد لا يترك في البيت أبدا، يتم طيب. نقلها مباشرة. جميل. طبيبة النسائية الآن لما مثلكم أنتم مختصين في هذا المجال، عندما تستقبلون حالة نزيف للأم الحامل، ما هي الإجراءات اللي تتخذونها؟ هل سلامة الجنين أولا، سلامة الأم، تشيكون بشكل عام على الوضع، من يبقى، من يعني ممكن أن نضحي به زي ما يقال، أما هناك إجراءات أخرى تقومون؟ لا طبعا، سلامة الأم هي الفيرست لاين، الخط الأول اللي نحن نتبعه. لازم أول إنقاذ حياة الأم، ومن ثم تشخيص الحالة. إذا قدرنا من إنقاذ الأم والجنين كان بها، ما في ننقذ الأم ونضحي بالجنين. لكن في حالات النزيف عادة اللي هو المبكر، عادة يتم التضحية بالجنين. جميل جدا. دكتورة فيتنام، سنتحدث في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى، لأن الوقت لا يكفي في هذا الحوار، عن الأسباب النزف للأم الحامل ما بعد 24 أسبوع، أي ما بعد 5 أشهر. قبل أن نختم الحلقة، موضوع النزيف موضوع مشعب جدا، لك من كلمة أخيرة تقولينها للأم الحوامل ولكل من تعرضت للنزيف أو بداية نزف مثلا. نقول لهم أنهم أولا عليهم بالمتابعة الشهرية للحمل من أجل اكتشاف أي اعتلال تحصل في هذا الحمل. مثلا عندك الحمل خارج الرحم، جميل. إذا لم تأتي وتكتشف بالسونار وجود الحمل هذا داخل الرحم أو خارج الرحم، تتعرض مباشرة لنزيف داخل البطن، وبالتالي غير مرئي، يعني غير مرئي، وبالتالي خطير، بتجي هذا. خطير جدا، حالة خطيرة، وبتجي في حالة شك أو صدمة، وطبعا نضطر إلى فتح البطن وإنقاذ حياة الأم واستئصال هذا الحمل الموجود خارج بطانة الرحم، وده حاجة يعني خطيرة جدا ومش كويسة لصالح. لكن لما تجي تتابع شهريا أول بأول، مجرد ما تعرف إنها حامل تجي تتابع الحمل هذا، حامل هذا كويس، حمل هذا طبيعي أو حمل عنقودي، الحمل هذا في مكانه ولا في غير مكانه. جميل. هذه المتابعة الدورية للأم الحامل، أنتم كأطباء نساء وتوليد، هل تخفف عليكم العباء مثلا، وتنصحون بالتالي الأمهات بالمتابعة الدورية للأم الحامل؟ ما هي الفوائد يعني العملية التي تجنونها أنتم كأطباء نساء وتوليد من هذه المتابعة الدورية والشهرية والفحوصات المتكررة للأم الحامل؟ أولا نتجنب المضاعفات اللي ممكن تصيب الأم الحامل أثناء فترة الحمل، من ضمنها هذا النزيف الغير متوقع، تشخيص حالتها، تحتاج إلى متابعة أكثر، مثلا حمل التوائم أو وجود مضاعفات أثناء فترة الحمل، يكون حمل مع سكر أو حمل مع ضغط، تكتشفه من بدري وهي تتابع وتاخذ العلاج اللازم، تحدد لها موعد الولاده. الناس اللي عندهم عمليات سابقه مثلا عمليه وعمليتين او ثلاث، عليهم انهم يتابعون بشكل دوري وتوصلهم الى الشهر 9 وتحدد لهم موعد للولاده. فالزيارات الدوريه دي هي لمصلحه الام، وتجنبها كثير من المضاعفات سواء كان اثناء الحمل او اثناء الولاده. جميل جدا. لازلنا معك دكتورة للحديث عن أسباب النزف للأم الحامل ما بعد 24 أسبوع، بعد 5 أشهر، المشيمة التي انفصلت مبكرا، المشيمة المتقدمة، أسباب عديدة. قبل ختام هذا الحوار، نصيحة أخيرة لمن تعرضت لنزف مبكر أثناء الحمل، ولمن يعني هي حامل الآن وتتابعنا عبر قناة حضرموت، من أجل حمل صحي. عليها متابعة الدم حقها، إنه ما يكون عندها فقر دم سابق، لأن وجود نزيف مع فقر دم يزيد المشكلة أكثر. عليها الاعتناء بصحتها، تأكل خضار، تأكل فواكه، تركز على الحاجات اللي فيها الفيتامينات، الحاجات الورقية الخضراء، تشرب كمية من السوائل، يكون حملها دائما مدعم بالكالسيوم، تشرب حليب ضروري، حليب مهم جدا. نلاحظ أن كثير من الحوامل لا يتغذون أو لا يشربون الحليب عندنا. الحليب مهم جدا لصحة الحامل، لعظام الجنين، لعظام الأم. هل كمية معينة مثلا ولا في وقت معين؟ يعني على الأقل لو قلنا، يعني تعرف ظروف البلاد بتصبر، فنقول إن قلاص الصباح على الفطور وقلاص في المساء على العشاء، أعتقد إنه يكفي، بس مهم جدا. في حالات اللي ما بتاخذ حليب ممكن نحن نعوضها بكالسيوم، حبة كالسيوم خلال فترة الحمل. جميل. تأخذ حمض الفوليك في 3 أشهر الأولى منعا لوجود أي اختلالات في الجنين كوقاية وليس كعلاج. حمض الفوليك هذا الأقراص، حمض الفوليك يحمي من التشوهات، يحمي من بعض التشوهات الجنينية، مش كلها ولكن بعضها، ولو فائدة كثيرة في الأشهر الأولى فقط. جميل جدا. دكتورة فيتنام، باسمي وباسم السادة المشاهدين متابعي قناة حضرموت،
أقدم لك شكرك على تلبية الدعوة، وإن شاء الله ما ننسى الوعد، وعدتينا بالحلقة الثانية بلك مهل إن شاء الله. إن شاء الله، شكرا لقناة حضرموت على هذه الاستضافة، وأتمنى أن نكون اللقاء قد نال الفائدة المرجوة، وشكرا لمشاهدينا الكرام، ونتمنى لكم النجاح والتوفيق. ونحن نتمنى لك التوفيق والنجاح والسداد. ضيفة هذه الحلقة الدكتورة فتنام سعد سالم المصلي، استشارية أمراض النساء والتوليد، والأستاذة المساعدة بكلية الطب والعلوم الصحية جامعة حضرموت. تحدثتنا عن أسباب النزف أثناء الحمل، تحدثت فقط عن الأسباب في أول 5 أشهر أو أول 24 أسبوع. في الحوار الثاني بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة من طبيب الدار سنكمل وإياها باقي الحوار وباقي الأسباب عن نزيف الأم الحامل. طبيب الدار لا زال معكم، نلتقيكم بعد الفاصل وفقرة جديد الطب. في فقرة جديد الطب نتحدث عن فاكهة الرمان وما لها من فوائد، حتى أنها عدت رمزا للخصوبة وشعارا للصحة والحياة الأبدية السعيدة الوافرة بالصحة. ماذا تقول الدراسة عن فاكهة الرمان؟ يعتبر الرمان من الفواكه الغنية بمضادات الأكسدة ورمزا للصحة والخصوبة والحياة الأبدية، وقد ثبت أن مركبا خاصا لا يوجد سوى في الرمان يفيد القلب والأوعية الدموية، وهذا المكون هو رئيسي ومسؤول عن مضادات الأكسدة والفوائد الصحية في هذه الثمرة المعجزة. هذه هي الدراسة التي تتحدث عن الرمان وفائدة فاكهة الرمان. ننتقل بكم إلى آخر فقراتنا في طبيب الدار فضفضة طبية. آخر فقرات طبيب الدار فضفضة طبية، ونتحدث فيها عن رياضة مهمة جدا وسهلة للجميع أن يمارسها، لكن كثير منا يعزف بسبب الحياة وطبيعة الحياة وتوفر المركبات والسيارات والدراجات النارية. نتحدث عن رياضة المشي، والتي أكدت الدراسات أهمية هذه الرياضة في الحفاظ على صحة الجسم وقوامه، وكذلك عضلة القلب وتنشيط الدورة الدموية. المشي يوصى بأن يمشي الإنسان البالغ مدة نصف ساعة في اليوم، وبعض الدراسات تقول أن ساعتين تكفي لممارسة رياضة المشي لمدة أسبوع كامل. بهذه الفضفضة الطبية وصلنا وإياكم إلى ختام طبيب الدار، نلقاكم في حلقة قادمة، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.